احنا افتتحنا هنا الدورة 11. هدفنا من الدورة هاي استقطاب أكبر عدد من البنات مشان نسوي لهن دورات فكرية، دورات توعية لتخليصهم من أفكار داعش. طبعاً بدنا نغير فكر النساء وفكرة الرجال نحو المرأة من فترة الدواعش لفترة سوريا الديمقراطية. راح يحسوا إنه سوريا الديمقراطية وحياتهم فيها حياة فارغة كتير طبعاً للأفضل.